الحمد لله كما يقولوا كانت مقابله صعيبه وكنا نستناو باللي راح تكون مقابله صعيبه، خاصه شفنا فريق سياسي ادى مقابله لاباس بها في الشوط الاول وكان قادر يسجل. الحمد لله اللاعبين تاعنا ليزون رياجي لا دوزيام ميطون، في ديبيت على دوزيام ميطون ماركي ديبيت، وهذه معروفه عند لو جوار الجيريان بعد ما كنا رابحين 2-0 اللاعبين تاعي ولاو اللور. هذه كاع راجعه للخوف والثقه والمرتبه اللي رانا فيها. الحمد لله احنا اللي كان يهمنا اولا واخيرا هي ثلاث نقاط اللي كانت تهمنا كثير. تقدر تاثر على خاصه الفرق اللي تلعب السقوط. انا نظن باللي احنا نتكلموا على الفريق تاعنا راحين نمدوا كاع واش عندنا ان شاء الله الاخر جوله، باسكو على بالي بلي حتلعب لا دانيير جولي، وان شاء الله اللاعبين يكونوا في المستوى ويزيدوا يؤديوا مقابلات ما خير ان شاء الله، باش نخليوا الفريق هذا في القسم الوطني الاول ان شاء الله.